ذهبية اللاعب أحمد نجا أثبتت بما لا يدع مجالا للشك همة وعزيمة الشباب الكويتي في رفع راية عالم البلاد خفاقا في كل الميادين رغم محاولات إيقافهم وثنيهم عن ذلك. بالعزيمة والإصرار على رفع اسم وعلم الكويت خفاقا، تزينت قائمة الذهب في دورة الألعاب البارالمبية باسم لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى أحمد نجال مطيري بعد تحقيقه ذهبية سباق 100 متر جري كرسي متحرك، لتزدان بذلك الإنجاز سماء مدينة ريو دي جانيرو بعالم الكويت عاليا. فبعد ذهبية فهد الديحاني وبرونزية عبدالله طرق الرشيدي في مسابقة الرماية بالألعاب الأولمبية الأخيرة، أكمل أحمد نجا إنجازات شباب الكويت في المحافل الدولية بحفر اسمه بالذهب في دورة الألعاب البارالمبية لذوي الاحتياجات الخاصة بجدارة واستحقاق. وبمناسبة هذا الإنجاز الغير مسبوق لرياضة المعاقين في الكويت، هنأ وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم لحمود الصباح، هنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بفوز أحمد نجا لاعب النادي الرياضي الكويتي للمعاقين بالميدالية الذهبية. كما هنأ الشيخ سلمان الحمود سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخ عبدالله الصباح ورئيس النادي شافي الهاجري وأعضاء ولاعبي وفد النادي المشارك في دورة الألعاب البارالمبية لرياضة المعاقين.